أهلا بكم متابعي قناة الملوك، كل عام وأنتم بخير، ورمضان كريم وشهر مبارك علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية والعربية إن شاء الله. طبعا هذا هو الزوج الريمبو، هذا الزوج الريمبو التي وضعت الأنثى المرة الأولى البيض وكسرت جميع البيض، وأيضا هذا الريمبو في العش الثاني يوجد زوجين ريمبو. هذا الزوج طبعا لاحظت خلال الفترة السابقة أن الأنثى لا تخرج من العش لفترة طويلة لأن الأنثى عندها بيض، فلم أحب أن أزعجها، ولكن قررت أن أفتح العش، وبصراحة انصدمت جدا، وكان منظر محزن جدا. الأنثى ميتة داخل العش وعندها فرخ واحد. هذه الأنثى ماتت في العش، وهذا هو الفرخ. بصراحة أنا انصدمت، ولكن قدر الله وما شاء فعل. يوجد ثلاث بيضات، طبعا أنا لاحظت عدم خروج الأنثى لفترة طويلة، فقررت أن أفتح العش، وكانت الصدمة. هذه هي الأنثى. طبعا الأنثى أتوقع لها أكثر من يومين ميتة، والذكر كان يحاول أن يتزاوج معها وكان يضربها. كما تلاحظون يوجد ضرب على رأس الأنثى وأيضا على جسمها، وأيضا يوجد دم. لا حول الله ولا قوة إلا بالله، قدر الله وما شاء فعل. طبعا دائما الطيور الجميلة تموت، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الآن سوف نقوم بفحص البيض، هل البيض مخصب أو غير مخصب. نلاحظ أن البيض، أن جميع البيض غير مخصب، يعني فاسد. وهذا هو الفرخ. كما تلاحظون هذا هو الفرخ الريمبو بألوان خفيفة، ولكن عندما يكبر الفرخ يعني تكون ألوانه أوضح. طبعا الفرخ
يوجد في الفريسة الأكل. هذا يعني أن الذكر يؤكل الفرخ، لأن الأنثى أتوقع أن الأنثى لها أكثر من يوم، أو يعني يومين يمكن ميتة. فيجب أن نتابع هذا الفرخ جيدا، ونلاحظ أيضا خلال الأيام الفترة القادمة هل الذكر يطعم الفرخ أو لا. إذا كان يطعم الفرخ فهذا جيد، وإذا كان لا يطعم الفرخ فيجب أن نقوم بإطعام الفرخ يدوي، أو نقوم بنقل الفرخ إلى عش آخر يوجد به فراخ بنفس العمر. طبعا أي مربي سوف يعني سوف تحصل له هذه المشاكل وموت الطيور الجميلة وأيضا الطيور الغالية، ولكن هذا هو يعني بقدر الله. ويعني مهما يحزن الشخص فلا يمكن أن نترك التربية، لأن تربية طيور البادي تحتاج إلى تضحية وصبر، وإن شاء الله ربنا يعوض بما هو أجمل. وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.